ضيفنا مسيرة نصف قرن مع الموسيقى التونسية بحب كبير، نستقبله المنصف عبلة. مرحبا بك. وبيك سي الهادي، بارك الله فيك. تفضل. أي بسم الله. منصف عبلة مرحبا. وبيك يا سيدي. نصف قرن مع الموسيقى؟ أكثر من نصف قرن. 52 سنة. أكثر. تولدت باش تكون فنان؟ بالطبع. شكون الشخص بعد الله سبحانه وتعالى اللي أنت مدين له؟ هي أمي العزيزة علي، والدي علي رحمة الله ويرحم جميع المسلمين. الحمد لله. الحمد لله. الفن أعطيته عمرك؟ أعطيته عمري وشبابي وكل شيء مديته للفن. رجع لك قد اللي خذيت؟ أبداً ما رجع ليش على قد ما أعطيت الفني. أعطيت ما أعطاني شيء، وصدقني ما أعطاني شيء، مستور بحكم الله. عيشي ندبر في عيشي، ما ولكن الفن ما نفهم حد شيء. نعرف والدي والفن، تخلقت من كرش أمي الفن، ما عنديش قلق. الفن ما عطاكش ديار، أراضي، عقارات؟ أعطاني وجه الله سبحانه وتعالى. حتى قال الراجل، قال له عليه نكذب عليك، يرحم من خلى، خلاني نصيب شريت بيه كالدويرة، كان فيها راسي. عندي بنت الحلال، الله يرحم والديك ووالديها، مستورين. هذا اليوم، هذا الغدوة، هذا الغدوة، هذا بعد غدوة، سترة من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم زملائك من الفنانين، نعم، اللي بسيارات فاخرة، اللي عنده ديار، اللي عنده أراضي، اللي عنده والله والفن العظيم. والله العظيم أقسم برب العزة، تفضل نعطيك بطاقة تعريف. صادق نعطيك أموري. والله مستحيل أنا ساعة خممت في هذا الكل، في الأراضي وفي الديار وفي مستحيل نخمم في الفن. تعديت منصف عبلة بظروف مادية صعبة فوق ما تتصور إلى يومنا هذا. أقسم بالله العظيم والكعبة المحمدية اللي حط عليها الشوارب إلى نزل عليه كلمة، اللي بكل صدق نحكي معاك، تسألني نجاوبك بكل صدق بحول الله. كيفاش؟ والله أحباب ربي، الله يرحم والدين، أحباب ربي. نحتاج ما نكذبش عليك، عندي صحيبي نقعد حداه، أنا نخرج داري مش بعيدة على الإذاعة، ومن اللي ذا عن جين وقعد في القهوة حداه، نحتاج قل له يا سي عمر ربي فضلك يرحم الوالد، قل له شبي خويا، قل له نحب على بذعة، قل لي تفضل، وإلا نسابي يرحم والديك ووالديهم، عندي نسيبتي تموت عليا وتحبني. وحدها يعني تفهم الوضعية، تعرف الوضعية متاعي. أما من باب المستحيلات مش تلقى حد شكون معاولني، أستحيل. معناتها انت تاخذ في نحن انا ساعه قبل كل شيء ناخذ في حاجه ضئيله يعطيوني فيها. والله يرحم والديك والدي سي محمد زين العابدين بن علي، يعني عمل لي اجره عمريه. الاجره العمريه متاعي فيها 300 دينار. تصور انت 300 دينار انا نخلص منها الضو، ناكل بها انا، كانش ندبرش راسي تجيبني شي خدمه مع الاستاذ سي خالد بن عيسى، ولا مع سي تحفه، ولا لخيان يعني الموجودين زاد مع بن علجيه، ولا فلان، ولا هيثم، ولا اللي كتب من ربي. وكنسيب مانيش نخدم في كاشين، ناخذ في ثلاثة ملايين وزملين. انا نغني في متاعي، انا فنان قبل الماده. تتسلف؟ نتسلف ولا شك، نتسلف. بعت حوايج داري، تفضلوا مرحبا، تحب تجي وتصوروا مرحبا، عيش الزوالي. قال لك الزوالي معاه ربي. لكن انت فنان وفنان كبير. ينوب ربي فنان تعب. يا رسول الله انا داير العالم. غنيت اكبر الزعماء في العالم، واحد. اثنين، غنيت في بلادي في جميع المدن نتاع البلاد هذه الكل اللي تشوف فيها انت والولايات والدنيا الكل، من قبل في عهد الزعيم الحبيب بورقيبه. منصف توا والله العظيم يا سيدي هادي، ربي يفضلك ويرحم والديك اللي جبتني. خليني، قال الراجل، قال منحور. انا منحور، تعرف ما معنى كلمه منحور؟ مذبوح. منحور مثل الجمل في نحره، سكاكين ضدي يا عباد كثيره، اما ولد الفرس محال يرجع مهره يسبب بدايه ذهبي نشيره.
عشت الاحتياج. ما انا تو محتاج. انا تو محتاج. انا نوريك فاتوره نتاع الضوء والدوخ في امرك. ما جبتهاش فوق مني الا غالب خرجت نسيت. نوريك فاتوره نتاع الضوء ما خلصتهاش الى يومنا هذا. اقسم بالله واني عرض بحكم الله. بالك تسمع فنان المصف عبله، فنان المصف عبله راهو ماليش كنا فنانين يا استاذ راهو عايش. انا ما عنديش وجه وجهين، انا عندي وجه واحد برك خلقه لي ربي. لا نفاق ايه تقضي ولا تقضي، ولكن انا سبحان الله نحشم. انا جيت مره قلقتك قلت لك يا سيدي نحب نتعدى معاك. ضيفتني انت الضيافه الكريمه هذه يرحم والديك باش نزيد نفرهد قلبي. لكن الله غالب وين باش ننشط؟ الانتاج عندي متوفر. بارك الله وما شاء الله ما غير ما تحكي. ما تحكيش نغني لك صباح عشيه وقايله لين وانا غني. رجعت لي قلبي. والله العظيم اغانيه ما تتبثش. علاه؟ انا ولدها الاذاعه، انا ولد الاذاعه الوطنيه، يوم ما تفرقت الاذاعه الوطنيه مشى كل شيء. وقت اللي بقولها بكامل صراحه في عهد المرحوم الله يرحمه، الله يرحمه والله يرحمه والله يرحمه والله يرحمه زين العابدين بن علي. خدمني خدمت عيد ميلاد وخلصني في فلوسي. خلصت وخذيت. انا قلت له لا ماني خذت. قال لي لا تاخذ فلوسك يعني المقرر تاع سياده الرئيس. تو كيفاش تعيش؟ نعيش بحكم ربي سبحانه وتعالى. تمد يدك للناس؟ ما نمديتش لدي للناس الا الاشخاص اصحابي برك هكا. سلفه ولا؟ لا تسليف، السلفه مش معطى، حتى واحد ما عطاني. فما برشا فنانين قد يعيشوا الوضعيه نتاعك برشا في عبله، لكن يقول لك انا فنان ما يجيش نطيح خشمي ونحكي اني انا محتاج خاطر تخرش علينا. صحيح رزينا جيت ترزينا خاطر الشعب التونسي. الشعب التونسي راه في الفنانين لاباس عليها لاباس عليها طب وذاك الكل في امتلات القاه يعملوا في كشرن راهو فارق فارق. قالوا القليل اللي يدوم ولا الكثير اللي يوفى. فاش يغنيوا؟ يغنيوا في متاع الناس، واللي يغني في متاعه ويحب يخمم في الشعب هذا ويغني للشعب وولد الشعب يعيش معاه قاعد يتفرج. بالك شي شويه بذرت فلوسك وما خممتش في نهار ابدا غدوة. مستحيل ما عنديش مكروه. استحيل اللي نصوره عندي ايتام في جرتي. عندي ايتام في جرتي، عندي ايتام ينعم. عندي ايتام نوكل فيهم معايا وعندي هوايشات اخرين اقتصاد نوكل فيهم من ربي. نخمم فيهم هما وما ناكلش انا. انت تو عايش اليوم ليومه. ينوب ربي. والله ينوب ربي. والله ينوب ربي. طلبت قداش من طلب باش يترفع على المستوى نتاعي الاخر، قداش من قديت مديت من مطالب لوزاره الثقافه ومشكوره ثم البعض الله يرحم والديك عليه يرحم والديك يتبكاو كي بدنا نحكي لهم. واللي هما اولاد الثقافه اولاد الوزاره ماهوش يخدم في الفلاحه وجايبه للوزاره. يعرفك حق المعرفة يبكي يبدا يكبي يبكي يبكي حذاه يدخل يده المكتوب ومن هذا يا سي عماد حداد يقول لي جيتك بجنا بالله اش تحب بيخرجهم لي فلوسه شهريته. قل له لا والله عندي وانا والله ما عندي. الله يرحم والديك ووالديه وكله خيان وسي سليم زاد كيف كيف يعني وين نمشي للوزارة تو معقول هذا خاطر جي تشوف مثل الهبان نسمع في الكلام هكا بودنيا. قالوا مازالوا هالترك هذوما يغني احنا ترك انا ترك ما عدنان شواشي ترك ما شادي الحاجي ترك كبارات البلاد انا خدموا في شعب هذوما يخدموا للشعب. اعطيني طلبتك انا في اعطيني فرقه القوميه اعطيني فرقه اللي تحبوا عليها انا نعمل لكم عندي رصيد غنائي لاباس بي. ما عنديش شكون يعاونني يدز معايا انا خص فنان الله غالب. طب كنت برباشتي تم غليك 10 5 غنيات نغنيو نعملوا جو التعليلات التونسيه مع المنصف عبله. توكلوا على ربي بسم الله. Yeah.
شيناك كل سنة يبيك يا محسن أهلا فيك شينا يشينك كل سنة يبيك يا محسن Oh,
والله 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 بوري بسم الله والله يعطيك الصحة شوية سبور سميت روحك عبلوش عبلوش اي نعم تربيجة هذه اي عبلوش تربيجة ماي المدام ساعة على ساعة نبدا في الدار تشي نغطس وهي تبدا تفركس يا عبلوش فينك كل هاني هاني ما سمعتكش منصف عبلة ماهوش اسمك الحقيقي لا لا اسم عائلي اسم عائلي وتاريخي في البلاد في تونس اسم عائلي كنت قبل كي تدخل كونسرفاتوار من الباب الاولاني تلقى الكواتر وانت عم بابا عليه الوالد عليه رحمه الله سي صالح عبله اي اما انت اللقب نتاعك اللقب نتاعي عبله اخوك الكحلاوي الكحلاوي ما هو كان عندنا محمد الكحلاوي تونسي ولد زنقة سيدي خميس ناه سيدي خميس كان فنان في تونس هنا وقت اللي خرجت الفرنسيس من البلاد وخرجت اليهود من البلاد هو هجر في الهجره الاولانيه هجر معاه اللي بيحب يغني مشى دخل لمرسي بدا في مرسي هو غناي كان يغني في تونس انا تاريخ يعني واني نقول لك انا تاريخ واني تاريخ نقولوك صحيح ماهوش منا ولا منا وموجود ممكن تسجيلاته تلقاه بعض التسجيلات عنده سمى روحه باسمه غاديكا محمد الكحلاوي خميس الكحلاوي استغفر الله ولا هو محمد نسيت كبر ربي حرام قال نور الدين خويا قلت وقت عملنا له كاسات وهو صغير بالكل فيها قلبك حنين يا العاتي وعذبوك يا لخيا وسهر الليل وخاطري محتار انا كاسات يعني كاسات عندك ما تسمع مش عملنا كاسات لعبه خاطر الكاسات اللعبه انت لا خاطر انا ثم شكون اللي سبق قبل اللي سبق بكل قبل ونقولها قدام ربي سبحانه وتعالى حتى كان عندك كتاب قران انا نحلف لك كيفاش السبب هو ما كنتش نغنيهم انا فهمتني السبب اللي انا اعطيته وجيبه نحلفه بالقران وندهنه نحلفه اعطيته بجاه الله يحب اسمعني اي نعم سيدي اقسم بالله ثلاثه مرات ولا نهار ذكرني حتى في راديو ولا في تلفزه شوفوا كاساتات والتسجيلات مش قطع فيه عنده شعبيه كبيره هو ربي عينه ان شاء الله الهادي حبوبه بين له اخويا راهو كما اليوم موسيقي وفنان نعتز به انا مش اما نحكي في الواقع في الحق عمرها نتاع الناس ما تكون نتاعك برشا حاجات تعديو فيهم في التلابس جهله يا حب اسمعني نتاعك انت انا خذيتها من عند مولاها وانا صاحب الغنه انا صاحب الغنه عندك لا احنا صغار اسمعني في الملكيه اسمعني الفكريه حقوقها الملكيه انت انا غني في استديو الاخر راس الملكيه مش صبها ومش نتاعه ما دام صبها ولا لا اسمعي ما هذه شنو المشكله هذه شكون كانت 11 نهج الجزيرة؟ هذا تري هذا يراو هذا يحب له يحب لنا 10 سوايع ما نوفاوش لا مش 10 سوايع لا باش نحب الواقع عندي احنا كانت عندنا حقوق التأليف والتلحين الجمعية الحقوق والتأليف والتلحين في 11 نهج الجزيرة باش نقول الحق وكلمة حق نقولها أنا خذيتها من باب السجن واللي خذيتها له خذيتها من باب السجن الله يرحمه مدها لي من جملتها نحكي لك الحكايه هذه بالضبط عام 91 مش هذه بركره مد لي الورقه والحق الحساس انت الله يرحمه ويرحم العم سي الحبيب اسمه يعرفني اللي احنا ولاد حومها خذيت من عنده الورقه قعدت نحكي معايا مسكين خليها حتى دريج من زمان نحكيه قدام باب السجن وهو مروحين كانوا يخدموا قلت له هذه قال لي هذه غنيها لي واذكر اخوك هو الله يرحمه اسمه علي اسمه علي هو اللي مد لي الورقه خاطر كتبوها له داخل باسمه هو الغنايه كتبوها له باسمه هو علي الصكوحي كيفاش وصلت الحبوبه؟ وصلت الحبوبه كل يوم كان نهار بعد نهار يسمع فيها في الربوخات انا نغني فيها كنت نخدم ربايخي معناتها حبوبه اسمعها علي اي من عندي انا اسمعها انا كتبتها له انا كتبتها له مع احتراماتي انا كتبتها له جاني بيوم احد او نقول له وين سجلها حبوبه اللي نعرفه انه ارقى وارفع انه يستولي على ملك غيره قبل هذا يقبل مازال كي بدا يا اخي العزيز انا كتبت له بجعل الله حب اسمعني واحفظها من عندي جيب عبد الحميد ساسي وحطه الطاوله ويحطه فوق الطاوله ما تيسر ونقعد انا نخدم على روحي اسمعني بالضبط كيفاش نغني فيها وجيبه ونحلفه انا اللي كتبتها له وجاني بنهار احد هو
ما يقولش. هو كتبها، هو كتب لحن باسمه ماهوش نتاعو، نقسمه بالله مش نتاعو. ورضا الخويني اللي هو اسمه المولدي الخويني هزها وطار بها لفرنسا، طار بها لفرنسا، كتبها باسمه، ما كتب فيها حتى حرف، اقسم بالله اقسم بالله. ولو كان تحكم عليا شنقا نقول لك تفضل، اذا كان نظهر انا غلط ندخل البيت الله ونحلفه، ما هيش نتاعو، مع احتراماتي ليه ونحترم للي فان نتاع حبوبه، كل حبوبه فنان قبل كل شيء. حبوبه انا نغني في الربوخات ويبندر حذا يبندر معايا يعاون فيا. المنصف عبله، عبله هو اللقب نتاعك؟ اي. المنصف اسمك الحقيقي؟ اسمي، اسمي الحقيقي انا اسمي على سيدي المنصف بي، هذا اسم المنصف. بابا تعارك هو خالي الله يرحمه، خالي انا بو فوزي بن قمره اللي هو الطه، قالوا يا تسميه المنصف بي تعاركوا، وبابا يحب يسميني على اسم بوه، اسمي عبد الرحمن عبله. تفضل مسبق بطاقه تعريف. اما نعرفك منصف عبله. اي المنصف عبله اسمي نعترف به ونتعرف بسيد المنصف بي عليه رحمه الله. فوزي بن قمره يكون ولد خالي. ما تذكرتش برشا المعلومه هذيا هاو ذكرتها لك انا، وتحب شكون يضبطهم لك؟ فماش فنان في البلاد دخل سواء في الوتري او في المزاود وما جاش حدا المنصف عبله، وما خذاش الخير والبركه، خذاه حتى كي يتعلم. انا غني لك بجهن الله يا حب اسمعني، ما غناهاش حتى حد. كيما شاعلة ميقودة، كيما أرض علينا يا لميمة، رانا مضامين، كيما برشا حاجات نتاع الناس استولاوهم لأرواحهم هما. جيبني في حس أخرى نحكيو فيه الموضوع هذا، محالسيك على الفاء وتنقول لك. لا نحمل الظل أنا ولا أحمل كلام العصارة، نحمل الذل يا ناس ولا نحمل كلام العزارة. الفول الفول ما يرتع الياس، الفول ما يرتع الياس، وكل ريحة كل ريحة تخلف فمارة مارة. جحبة يا حب اسمعني، ساموري شاعر المحفل وابتعني، لا تجوك جيال بشحبة يا حب اسمعني، ساموري شعال بلغت المحفل وابتعني، لا تجوك جيال بشحبة يا حب اسمعني، شحبة يا حب كذا كان صفاك يا حبيبك، إذا كان صفاك يكسن معاك لوجيعة، والله لوجيعة. قلت لها حبك عداني، يا أخي يا أخي يا أخي دور يتقضاني، تنزل الإنسان وإذا مت على جفاني عليك نموت أحلى. أما حتى حبوبة يغنيها هك. قلت لك شوف خويا العزيز نبينا ونصلي عليه، اللهم صلي وسلم على سيدنا يرحم بوك.
قلت لك انا جيب كتاب قران وندخلوا نحفظوا. كي مشى الغير باش يحفظهم قال له شبيه باش نحلف انا على دار ولا على سنه ولا على هنشير، معاه واحد اخر الله يرحمه. راهي راهي قصه كبيره بالمصف عبلة. انا نحكي لك على قصه حياتي، تعمل بيا فيلم، فيلم على فنان اللي حاصل اللي وصلت حالته، حالته يا كريم متاع الله يا مالي الدوار، واللي يعمل لله قرين فلفل حار. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ يعني تعمل بيا فيلم، تعمل فيلم نعطيك حياتي الموسيقيه كيفاش بدات من الاخيره حتى الاولى. لا توا حكيت على الهادي حبوبه وحكيت على ارض علينا يا لميمه وميقوده، معناتها ارض علينا يا لميمه صالح الفرزيت. ربي عينه. زاد تابعك انت؟ ربي عينه. تابعك انت؟ ربي عينه. باش تحتكر كل الاغاني الكل اقسم بالله. وكان عندك كتاب قران انا نحلف لك وهذا عهد محمد. ارض علينا يا لميمه رانا مضامين، جرات علينا احكام كثيره منها القلبينين، نستناو في العفو يجينا من 67 مش 76؟ لا هز السبعة حتى من تالي من تالي وقدم الستة من قدام ولا كيفاش؟ ربي عينه والله يا ربي عينه. شنو توا جبتني توا باش تعمل بيا حبارة الليلة؟ أنت قاعد تعمل بيا هوا 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 متعدي هوا هوا هوا. فنان كبير ربي عينه وربي عاونه، كبير وعنده اسمه في البلاد وعنده لي فان نتاعه، وربي ان شاء الله يسهل قسمه وقسم كل مؤمن. انا نعاند وما نكون حسود، لكن انا ما دخلتش فك الميدان اللي حبوه اللي يعملوا فيه الكل، ما دخلتلوش. انا انسان محترم، حتى كي ندخل ديار الناس علاش قلت لك تحتيني نحكي لك دخلت الفنانين كبار هنا في البلاد، انا درت العالم وغنيت لاكبر زعماء في العالم، مش هكاك راني جيت شيخ شفلاك فضك ديما للبيع. لا ما قلتلكش هكاك، ما قلتلكش هكاك، اما هذوما ناس يمتلكوا اغانيهم مقيدين ويجوا قدام الاعلام ويقول لك، معناتها نحكيوا على خويا ربي عينه خلي يقول كل واحد يقول، اما الحقائق موجوده التاريخ موجود. حسب كلامك انت، حسب كلامي وحسب كلام الناس اللي ما تنجمش تجيكم لهنا. ماليها مالي مالي هذه تعملت هذه وقت اللي تشدوا في عام 67 التلام ده تاع باب سيدي ابراهيم، تعرفوا باب سيدي ابراهيم اللي يجي ريتناش جيناش الفاكولتي تاع سيدي ابراهيم تعرفهاش؟ لا تفصلناش 9 افريل تعرفوش؟ نعرف تفصلنا هكا بهذاك اسمه باب سيدي ابراهيم، يبدا باب سيدي ابراهيم دار الحزب هذيك يبدا من غادي حتى لسيدي ابراهيم اللوطه تهبط لسيدي ابراهيم الرياحي. هذيك الفاكولتي اللي تعملت فيها الغنايه هذه تشدوا وقتها الوليدات يقراوا بن جنات الله يرحمه معاهم واحد اخر اسمه المحجوب الدريدي نثبت عليهم، عملوا في امتلاء شوشه في البلاد وثوره لموهم هزوا يستناوا في بورقيبه وقت يجي الله يرحمه كتبوا الغنايه لداخل. علاش ساكت ساكت واليوم جيت تكلمت؟ خاطر اليوم انت عيطت لي باش نفرهد قلبي، وانت انت بربشتني السبب، انت تبربشني نزيد نتكلم راه. عمل لي حصه راس راس انا وياك، وجيب لي العباد اللي تحب عليها. اللي تحب عليه جيبه انا موجود سواء في الوتر والا في 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 المزاود ولا اللي تحب. تهديد هذا؟ اني قلت تهديد اللي يحب انا مرحبا به، هاني قاعد يجاوب. تفضل. يا ولدي راسي عالي ما تقلقش روحك، سبحانه وتعالى عز وجل ربي اعطاني كل الخير خير وهو هاني عايش بيه، خاطر يا متغطي بنت على الناس عريان الاخر خذا اللحن الراجل عملنا له الغنايه ولد صغير قصه قصه كبيره ياسر فيها الاغاني هذوما. هذيك شاعلة ميقودة نيران جاشي شاعلة ميقودة فرقت ريم غزال عينه سودة مش جدي غزال عينه سودة، اصل الغنايه هذه مولاها عندي وعندي الغنايه من اولها لاخرها. هو كيفاش ربطوا سيدي احمد، سيدي احمد احمد دبي الاول كيفاش ربطوا حطوا هو تطاويني اصله من بير الاحمر، عائله كامله هذو راهو من بير الاحمر تطاوين، وعندي التسجيل، عندي التسجيل تاع عمك احمد الغربي عليه رحمه الله الله يرحمه مسجله له انا وقتها هو وانا صغير بكل. هي ميقوده هي نتاع شكون مقيده تو؟ قيده باسم سي صالح الفرزيت. اما نتاع الناس ما اذكروا الناس تخرى اللي خديتهم تاخذيتو لهم خديتو لهم تاعهم، واحد جاي حكى لي غنى الغنايه تاع تحيط تاخذها تغبد تصبح العاد. يا اخي انت أين؟ كنت صحاب انت وعلي شوربه؟ لا ولد حومتي كبير، هو كبير علي، كبير علي الله يرحمه، ولد حومتنا كبير وراجل من رجال الوكيل واللي قالوه فيه الكل راهو حرام،
رد بالك راهي عائله مشرفه وعائله من عائلاتي اللي ولاد حومه ولاد الحلفاويين يعني نعرف عائلة ولد سوقي بالخير من اول سيقوا بالخير ناس زنقر نهج الاولاني لا زنقر ثاني على الدقلي صار الدور دار الاولى لا دار الثانيه دق الباب تقول لك خالتي شريفه الله يرحمها هاني هوني وعنده خيط وعنده خوه اسمه حمادي متثقف وناس متثقفين ناس عائله هو عنده كيكة ما يحبش كل ماركه المتعدي واحد يعمل هكا مثل هنا يقول لك معاركي تمت اشياء اخرى نهار وفاته وانت حاضر عليها نهار وفاته انا نهار وفات علي نهار اللي مات قدامي علي شوارب مات قدامي كيفاش؟ ما نقولكش كيفاش عمل لي حصه راس نعطيك قصته وجيب تصويره وجيب مصور معايا صور ونخرجوا للشارع وين مات ونعطيك بالضبط اما اعطيني صحابه تغطيني علاش؟ مالا تصير ليش انا بعد الحاجه كي نقول الحقائق كيما في اللي كتب بجهل الله يحب اسمعني نفس العمليه اعطيني صحابه تغطيني تو نحكي لك اما انا صحابه ما تغطينيش من بعد ترسيلي خويا بنت مريتي بنت عائله بنت فاميلا الله يرحم والديك والديها ترسيلي شنو اللي في حديثك على وفاه علي شورب ينجم يقلقك وينجم ممكن حتى الخطر هذايا حقائق حقيقة يعني حقيقة صحيحة يعني حقيقة يعني خالتي شريفة الله يرحمها انت شفت بعينك؟ بعيني قدام ربي تحاسبني قدام الله قدام ربي مات موتة كيفاش؟ موتة مش نعر كيفاش؟ مش نعر قالوا طاح لا طاح لا به بلا ما طاحش ماله؟ لا تقتل؟ ما تزيدش تبربسني تاخذ غادي تقتلني نعطيك انا الجمعه هذيك من يا ودي تحبش تكثر منك تحبش نجيب لك الحجام نتاعها تحبك نسمي لك الكلب نتاعو اللي كان مربيه راسه قد هك اسمه ليون هكا كبروا هكا راسه تقول لنا شو نقول لك يا الشرن نمشي تو نقول لك يتحب بلاش انت يمشي لي تو نقول لك ليه نحب نفهم انا نحب نفهم خاطر هذا التاريخ تاريخ لكن الحقائق الحقائق انا نهزك تعرف شكون قتلو؟ نعرف ماهوش واحد قتل من الاخر تقف الحكايه غادي ماهوش واحد اللي قتلو تقف غادي يا رجع للسطر تعطيني نحكيو على الفن قتلنا من العقل يا اخي تعرضت لمحاوله قتله؟ ربي يهدي بفاعلي فعل يعني أنا وصلت يعني ربي أمي إن شاء الله يجعلها تسامحني إن شاء الله وربي ربي يسامحهم أصحاب الشر أصحاب السوء الأكثرية سوء هما مش شر فهمتني والعملية اللي هي الثانية فهمتني في مكان خارج أنا عندي حفلة باش نخدمها بعيد عملية ثانية؟ إي العملية الثانية يعني أنت على العقار اللي صبوه عقاقر تعرفش العقاقر؟ نعرف اي العقاقر حب يخرجوك في الحلة ولا تركض فهمتي لا غادي من ثم لثم معناتها سموك حبوا يسموك ولا؟ ديجا هما ديجا فهمتني يا ربي سبحانه وتعالى نضر بعين الرحمة نضر لي بربي بعين الرحمة سبحانه وتعالى عز ولا في الشرب عملوا لك اوفردوز؟ الشرب أنا وقتها شو نشرب يا ماهيش اوفردوز ولا حاجة صبوا لي شيء فهمتي لا في شيء تصب فهمتي لا وأنا قاعد معاهم وما أربعة واحد يلف فيا من هنا نسمع في كلمة شنو ما عملتش قالت يا هو مازال تو ندوروا لي أنا وأنا مش وحدي خويا العزيز ربي سبحانه وتعالى واقف عند راسي قال لي كاينو قال لي دور طرت هكا نشوفي حاجة مثل عمتك ورجعت فيسا خي درت أنا نضحك تلفت الكاس مثل نتاع المدامة مثل غرغور قايلة اللي مش هو كيفاش هذا هزيت بسم الله الرحمن الرحيم على مرساها وما جراها بحلقت عيني اللوتة شوف فيه يعني لكن مش عادي عملت ضحكة أنا فهمتي لما هنا جبت هذاك ودزيت الآخر ما نعرف شنو اللي صار فيها ما أنا صار فيه اللي صار قال مستشار الله يرحمه اللي صار اللي ما صار لحد فهمتني ما نعرفش روحي خويا خرجت للشارع وليت ما نعرفش على روحي نثبت على روحي يتنقز وكراهة بتسكر علي تزمر بعد حليت عيني فهمتي قريب التسعة نتاع الليل فهمتي باش في دار السيد الله يجازيه خير ربي سامحه وعلاش حبوا يقتلوك؟ ربي سامحه احنا عندنا حفله احنا في حفله عندي حفله في الليل عندي حفله ثم حفله جايه ثم ناس
باحثين في اسلوب الموسيقى جاوا من برا عملوا لهم حفله خاصه. لا علينا في ذكر الاسماء، فهمتني؟ في حفله خاصه يعني اجاوا طالبين لسي المنصف عبله، فهمتني؟ وقفت كيما توا مثل هكايا، وقفت بسم الله الرحمن الرحيم لابس بابيون ويغزرون فرحانين وانا فرحان، ان شاء الله ربي يعطيني القوه والصحه، لكن نحس في روحي باقي مانيش نورمال. اموري مش هي، فهمتني؟ خسرت روحي، عملت العروبي. والعروبي في المحارس هيكا، فهمتني؟ وباش نغني غنايه اسمها جوال عقلي ضايع. بك الخسر هذيك هم يغزروا يشوفوا واحد قدامي يصور فيه ويعمل هكا، يقول لك شبيه؟ الراجل كان عادي ولا ما مش نورمال. والبابيون تعمل هكا باف تطفلق. والقران والرحمن. ما نعرفش على روحي كيفاش كملت. تحاسل خويا حلت عيني في تونس. بعد العرب. معناتها فما فنان حاب يعمل لك العمله هذه؟ ربي جزيه خير. مازال موجود الفنان هذا؟ ربي جزيه خير. مازال موجود؟ ما نذكرش الاسماء، مازال موجود ربي جزيه خير. اكعب. خاطرك تقلقوا؟ يا اخي مش هو برك، اخي فنان اخر وفنان اخر وتيه من الاخر جايب دبوس الماء كل يشرب، انا كل يوم دبوس شربت ويقول لي لا تشرب يا ولدي يا ولدي يشرب، هات نشرب خلي فك عليا كسر لي مخي، يشرب السيف. جاب لي دبوس شريفين تحيت به ربي سبحانه، خويا هات منه بسم الله والله اكبر. شربت شبعناش يا خويا، هاي هاي شربت خويا صفا، قال لي توا صفا سكر دبوس امشي على روحك. ما نكذبش عليك خويا، دخلت خرجت في الليل نخت باش نلقى خويا، نلقى لساني من اوله حتى الاخر لساني تقول لك شديت مسلام وقصيته هكا، روحت قايل قمت نلقى لساني هكا، فهمت؟ خرجت نخدم على روحي خدم الناس، فهمتني؟ جيت نعمل فهمت لا بسم الله الرحمن الرحيم، فهمت؟ باش توقع ربي تسمع فيا في روحي العباد قاعد تخزر، انا نقول الماكينجي والماكينجي يقول لي انت، انا نقول الماكينجي يقول انت، يا ربي يا محمد يعني باش كملت خدمه الناس بصنعاء. أما حسبي الله ونعم الوكيل، ما يسالش هم مبركيني هم مبركيني، يبركهم ربي سبحانه وتعالى، أما ديما حي والله العظيم ديما حي. لو كان توا تقول لي أي كلمة تجبدها نقول لك هاي غناية، أي كلمة عندي رصيد غنائي لاباس بيه، رصيد غنائي لاباس بيه. أهمها عذرني واضرب بالكف. يمي انتي لحنينة لحنينة، شوف حالتي كيف عادت، يمي انتي لحنينة شوف بلي نغلط والنزل وانتي دي ملحك معاك يا لطيمة. عذرني واضرب في العادة من يوم ما
يا لمي اسمع هذه السكسي نتاعك عندي برشا سكسي اما هذه هذه اه اسمع هذه انت اسمع هذه ترى ما غير موسيقى ما غير موسيقى لما نذكر اسمك يا ما نسمع ريشة قلبي ترب لما نذكر اسمك يا ما نسمع ريشة قلبي ترب حضنك دافي ورد شام خليقة ربي موش سلف يمي امتي حياك المولى اه يمي امتي يا حنينتي وقمرة ما تكسبش لولا اه يمي امتي يا حنينتي قمرة ما تكسبش لولا لا يضعف لي بيك اكتف حضنك دافي ورد شام خليقة ربي مش سلاف عزرني واضرب بالكف قصتها حقيقية؟ قصة حقيقية قصة حقيقية والشعر قصة حقيقية يعني سنة 82 تكتبت وتعاركنا بصراحة ولكن تعاركنا وتصالحنا أي؟ تعاركنا وتصالحنا في وقتها راس راس احنا وحدنا بلدي ولد بلاد المرايه تذهب والدنيا كتب برشا اغاني هذا كتب لعيب لالي سويه لحرث لالي ماشي كتب برشا الكحلاوي خويا سي علي العابد بالقاضي والتلحين اللي لحنوا لحنوا سي حمادي النجار فوق عبد الحميد بن علزيه في الدار غادي لكن انا خدمت وسجلت الاغنيه هذيك وقت اللي قدمت عام 82 قدمت وفيها قصة حياة كاملة يعني تعراش بعد 14 سنة ما شاف الشمو عندك الغنية هذية اللي عندها سكسي كبير أه؟ عندك فما الغنية اللي فيها الكلمة الزايد هذيك اللي تعملت لك مؤامرة بش بش تكسير هذيك لعبة صارت وحديثها فات و... واللي فات ننساوه هي الغنية هذيك اي نعم هي في الأصل غنية عاطفية هي غنية هو جابها اللي جاب لي الغنية قال لي يا عشير عمري الود هان عليك تعبتني وما قدرتش نرضيك ايه سي بشير فرح جابها لي طويله دحنت الغنايه انا في مقام الرمل نلقاها طويله برشا باش نعمل الرمل ومن الرمل نمشي للصبهان ومن للصبهان نمشي لبحار عراق فهمتني يعني دوره ولات كبيره مقلقه للمستمع عملتها له وانا كتبت يا عشير عمري الود هان عليك تعبتني وما قدرتش نرضيك يلي المحبه فيه هواك وجاع والقلب كاتم السر ما يتذاع لو كان عطف القلب جاي يتباع بنور البصر نشريه ونرضيك نفدلك ونلعب ونحن سجلنا الغنايه باش نقعد من بعد نصب الشان وحدي انا اللي ندربك ثم ربي في الدنيا اما حسبي الله فيهم ونعم الوكيل به من مده مش بعيده شرابيك شرابوكا يزيك من شمن الكوكا ما يخرجش على منصف عبله يا رسول الله غنيت هذا مصلح غنيت هذا ما يتبثش غنيت هذا ما يتبثش غنيت هذا ما يتبثش تلقيت الدنيا ماكله بعضها فهمتي لا بنفف وبال بالواحد اش يقول واحد جاي قال لي تحب تري تحب السوبيا عم منصف قلت خويا وليد سوبيا ما نكلاش برا ناكلها في داري انا شنو هو سوبيا؟ قال لي لا مش سوبيا سوبيا شنو هي سوبيا؟ قلت له قال لي لا سوبيا تزر انا تزرق قلت له برا بعيد انا عن الله عليك ما تعشمش والله كيما نحكي لك والله لنزل عليك كلمه سبب تاع شرابيك شرابوك وليدات صغار قلت له يا فلان يا فلان قال عندك دار شنو قلت له اي انا ماشي نشري وصغيرات راه هكا سخفني حالك اش قلت جيت انا قلت شرابيك شرابيك شرابوك اسمعوني يزيك من شم الكوكا ابعد على الزطله وخر لا تعدي حياتك مهلوكه هزوها لا تجي في راسي نخاف على ولادي يا ناسي وعلى بنتي ورده كاسي تغرق لي غرقا الفلوكه ايش نقول الحبس معبي بالصغار هاو كلهم يلعب إيه؟ عقرين اما الغنايم إيه؟ شبيها دراكي فيه ايش ايش نقول لك ايش نقول ضربت الحسبه عرض وطول اكثر من واحد مسطول ولا مخو كشكشوك معناتها الاغنيه تدخل في باب النكت الواحد اي ما اغنيه مش اغنيه توعويه معناتها لا توعويه الاغنيه شنو شرابيك شرابيك شرابوك لا 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 يزيك من شم الكوك يبعد عزك يزيك من
من شم الكوكا. شمع القد في الشبان في البنات وفي النسوان الشمع. ما تجيش اغنيه توعويه على ريتم كيما هكا؟ ايش نعمل عمري يخرى كما هو مجوجم؟ ما تجيش. يبقى هو داخل بعضه. يجي داخل بعضه وكملت على مرمى. هذه يشتحوا عليها يشتحوا عليها ويضحكوا وفي جو الكوكا. جو عالم عالم تاع كوكا. فما شكون قال انت كنت متعاطي حتى وقت اللي سجلت هالاغنيه؟ حاشا هو من الله. ولا نقرا حاشا من الله. حاشا من الله. تفضل هاني قدامك ونمشيو نعملوا نعملوا اسكانير ونعملوا العكاكر وكل تفضل اللي قلت عليهم انت عندي انا تفضل نجبدوها. اي يا سيدي تفضل نعري لك يدايا. لا لا تي هاو الكبه نتاع خشمي مازالوا صغيرات ما همش كبار. تفضل خشمي صغير يعني. شنو يدايا ما همش صفر. ها ها مضواف. ها شنو هو ماهيش توعويه. اش نعمل يا ولدي انا يعني ما نبش ناكل الخبز. انت مش بالغنيه هذه تاكل الخبز. اه باش ناكل بالتعليلات ما ثماش. اش نعمل بعد يحبوا نجي نعلل. انا نجي نعلل وقالوا خي مازال والترك هذو مازال يغنيوا. نسمعوا جديد ما تعذرنيش. هذا جديد منصف عبله. ايه تكويت تكويت من عين كحلا 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 وسمرة وفي السوم غالي غالي تكويت من عين كحلا كحلا ولمي ما دمها لا غيرها لا غيرها ليا يا احلى لا غيرها لا احلى دعواتها دعواتها ليا هابت يا روحي ما تعذرنيش شحش من فمي يا حرة برضاك نعيش يا مبيمة أنا بكل ليلي يا مبيمة روحي نفدي يا حبيبة أنا بكل ليلي يا مبيمة روحي نفدي يا حبيبة وحياتي ليك يا مبيمة أتعذرني يا مبيمة ما تعذرنيش
شكر كبير للفنان المنصف عبلة. منصف يعطيك الصحة. نشكرك برشا برشا برشا. شكر خاص للفرقة الموسيقية فرقة فرزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. يعطيك الصحة. عايش خويا. شرفتنا. بارك نورتنا. نور ذاتك. استمتعتنا استمتعنا معاك السهرية كاملة. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نشوف عليك كل نجاح. إن شاء الله. إن شاء الله. والفرحة والسعادة وترجع تونس للأفراح وللمسرات. يا ناري عليك. لبس شدها ربي يعيشك ربي يجريها على صلاح ان شاء الله يعيشك وفضل لك الحصه العزيزه والبرشه الغاليه يعيشك يعيشك شكر خاص شكر خاص وتحيه من القلب الفنان الكبير منصف عبله بارك الله فيك كان هذا كل شيء الليله في فكره سامي فهري شكرا متزارو ميلانو شكرا لكل الحضور شكرا لضيوفنا شكر خاص للفرقه الموسيقيه فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس الموعد بابا نسكلف على خير